السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما احنا شايفين دي قصايص من الفوم، بواقي من شغل احنا بنبقى عاملينه سواء في القناة او غير القناة، بنكون منفذين بيها شغال في البيت عندي اهي. ولازم بتتبقى حتت كده صغيرة ممكن ما تنفعش لأي حاجة، احنا النهاردة هنحاول نستفيد منها، وفي حاجات اصغر من كده على فكرة برضو ممكن استفيد منها. هنعمل ايه؟ انا هعمل معاكم، في ناس من المتابعين طلبوا ان احنا نعمل ورود مختلفة ومبتكرة وتكون برضو سهلة وما تكلفهمش كتير. الفكرة اللي انا عملتها النهاردة ان شاء الله هتعجبكم، هي من قصائص ورق الفوم زي ما احنا شايفين. اعتقد ممكن قماش الجوخ لو عندك منه قصائص يتعمل، بس انا ما عملتهاش بالجوخ بصراحة، لكن جربت الفوم وعجبتني قوي. جربت كمان الفلين اللي هو بيتباع جاهز بتاع الهدايا دوت، والفكرة برضو طلعت حلوة. هو بيكون ملون وفي منه اعتقد الابيض اللي هو السادة، بس فكرة الفلين برضو طلعت لطيفة. يعني هو اصلا انا ما اشتريتوش، ده هو كان جاي لي في وسط هدايا وانا استفدت منه بالشكل ده. الفكرة دي هتنفذ ازاي؟ انا هاخد الورق ده، لو عايزة خليط من الالوان براحتك، عايزة كل لون لوحده برضو براحتك. هنعمل ايه؟ هاخد اللون اللي يعجبني وهقصقص منه حتت صغيرة. هشيل بس دوت كده، انا هشتغل باللون الازرق، فهشيل ده كده على جنب وهجيب لكم الجزء اللي انا عملته. انا قصقصته بالمقص، قصيت كده حتت صغيرة، مش مقاس معين ولا حاجة، هي حتت صغيرة كده اهو بنفس الشكل ده. طبيعي هي الحتت الصغيرة دي يعني غالبا مش بنستفيد منها قوي في شغل كتير، لكن ممكن في الطريقة دي اقدر استفيد بيها، وهتكون فكرة جديدة ومبتكرة بالشكل ده. انا قصيت الجزء دوت علشان بس وقت الفيديو، لان الحاجات الصغيرة دي بتاخد وقت شوية اهو، ولو احتاجنا تاني نقص منها حتت صغيرة كده. هنحتاج بس معانا عيدان الشيش طاووق، خلاص انا هبتدي دلوقتي استخدم الستيك بتاع الشيش طاووق، العيدان الشيش طاووق دي. لو عندك صمغ ممكن تستخدميه، بالنسبة لي انا بصراحة ما عنديش صمغ دلوقتي، فهجيب مسدس الشمع وهحط كده الشمع حوالين العيدان الشيش طاووق بالشكل ده، وهروح جاية هنا كده واهو حطاها فوق في وسط الايه الفوم اللي انا مقصقصاه ده. في جزء هيلزق طبعا وجزء لا بالشكل ده. خلي بالنا لان الشمع طبعا سخن. وهرجع تاني احط كده اهو لغاية ما تديني الحجم اللي انا عايزاه زي ده كده، حباه ارفع من كده شوية مفيش مشكلة، بس انا لما جربته ولقيت الشكل دوت كويس، المقاس ده حلو كده، شكله في الفازة كمان حلو. نيجي بقى نكمل، نتأكد بس ان المسدس لو هتشتغلي بالشمع اتأكدي ان الشمع سخن كويس علشان الفوم يلزق ويثبت حلو. والفوم على فكرة لما بيتلزق بالشمع صعب انه يتفك، بس اهم حاجة يتثبت كويس، حتى لما تيجي تفكيه تلاقيه بيتقطع كده وبيغير شكله، فاطمني للشمع ما تقلقيش من ناحية الشمع في الفوم. اي زيادة كده بنوقعها اهي وبنكمل.
انا بحاول ان الفيديو ما يطولش قوي عشان ما المتابعين بيتضايقوا من الفيديوهات الطويلة، لكن بنوصل بس الفكرة. كل ما احس ان هو خلاص نشف واخد كفايته برجع ازوده تاني. لو هتشتغلي بالصمغ تصبري عليه شوية، لأن الصمغ بيغيب شوية قبل ما بينشف. هرجع بس الجزء اللي فوق عشان يبقى كله في نفس المستوى اهو. تقريبا كده انا وصلت لنفس الطول التانية، لسه حبة صغيرين عشان يبقوا زي بعض. لو فاض منك مثلا مجموعة من الألوان تقدري تخلطيهم مع بعض وتعملي فرع تاني منفصل يكون ملون كده، نفس فكرة الفلين اللي هو الملون ده. تأكدي ان هو مش هيفك، خصوصا لو بالشمع، لان الشمع اصلا مع الفوم لما بيلزق صعب جدا ان هو يفك. عندك بقى شريط ستان اخضر، عندك اي حاجة لونها اخضر، ده شريط انا بجيبه من المكتبات، بيكون عبارة عن بكرة كده على بعضها اهي، وببتدي الفه يعني بقفل بس شكل الفرع. لو انت حابة، انك تعملي ورقة ورقة شجر كده اللي هي من الفوم، تجيبي اللون الاخضر من الفوم وتقصي حتة كده على شكل الورقة وتركبيها، بس طبعا انا هحطه في فازه، فبالتالي ورقه الشجر دي مش هتبان، فملهاش لازمه بالنسبه لي. انا هكمل الفرع كده بس كشكل وخلاص نهائي اقفل بيه بس. شايفين؟ انا هشيل ده بس عشان الصورة تبان لحضراتكم. تقدري طبعا تنوعي في الالوان وتغيري فيها اهو، شكلها بصراحة في منتهى الجمال. يا رب الفكرة تعجبكم وتكون سهلة وتنفذوها وتستفيدوا من بواقي الفوم عندكم. نقدر نحطه طبعا في فازة، ثواني هنثبت دي كده. تعملي مجموعة بألوان مختلفة، وبعدين الألوان اللي اتبقت من دي كلها أنا هجمعها وهعملهم في مع بعض في فرع مع بعضهم،
لوحدهم هيكونوا برضو هيدوني شكل ايه الالوان اللي هي متداخله زي الفوق زي اللي هو الفلين ده. الفلين ده بيتشال على فكره، هو مش غالي، سمعت ان هو اسعاره رخيصه، انا شخصيا ما اشتريتوش، ده هو كان عندي اصلا. يا رب الفكره تكون سهله عليكم، بشكركم جدا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.